ضيف سليمان من محافظة الأقصر مركز إسنا من قرية القرية، أب لستة أبناء. وفي يوم أنا يوم 30/8 كنت يعني في معيشتي وشغلي، واتصلت بي المدام وقالت لي محمد متغير. الكلام ده كان الساعة 10 بالليل. رحت أنا رجعت لميت حاجتي على التريسيكل ورجعت، فبتقول لي محمد المفروض يرجع الساعة 9:30 والساعة 10 دلوقتي ما جاش. فأنا بعد كده قعدت أدور عليه في الأماكن اللي هو بيكون موجود فيها في الأكاديمية بتاعت الكورة أو بيلعب في الشارع، فما لقيتش حد. قعدت أدور وخاله كان بيدور معايا ودورت وتعبت ما لقيتش. بعد كده توجهت للمباحث، فالمباحث قعدت تبحث عنه وكان متغيب لغاية يوم 2/9، والحمد لله تم العثور عليه. كان بيمشي عشان خاطر يجيب لنفسه حاجة في الكورة، يعني طلع هو يدور على حد يقبله يعني. راح النوادي بتاعت أسوان وراح نادي نجح حمادي، وكان في طريقه لاتجاهه للقاهرة، والحمد لله رجع للمباحث جابه. وتمام كنت بدور عليه بالليل في النوادي، لأنه رحت نادي السلام ورحت النادي بتاع الفرسية ورحت نادي القراية، وقعدت أدور أنا وعمامه وخلانه وأهالي القرية كلهم كانوا بيدوروا معايا، مشكورين يعني دوروا معايا وتعبوا معايا. ده الكلام ده كان بالليل في الفجر. رحت بعد كده صحيت الكابتن بتاعه ورحت له قرية جنبينا اسمها نجع أبو حميد. رحت القرية دي عشان أشوف الكابتن وقابلني، قال لي والله ما قابلني غير النهاردة مع العصر، وقلت له رايح معانا الماتش، قال لا أنا رايح الدرس بتاعي. فبعد كده الراجل برضه مشكور قاعد يدور معانا ويبحث معانا لغاية ثاني يوم الظهر. رحت بعد كده اتجهت للشرطة ان الولد متغير. رحت فاستقبلوني بتوعة المباحث وسألوني هو راح فين وجاي منين. انا قلت لهم والله هو متغيب ومش متعود انه يتغيب بالطريقة دي. فرجال المباحث قاعد يبحث وجابوا مشكورين، يعني جابوا الناس كلها اللي كانت بتتدرب معاه، الأطفال اللي كانت بتتدرب معاه، والكابتن اللي كان بيدربه، والناس اللي ليها علاقة بيه وعمامه وخلانه عشان يبحث عن الفقدان. فبعد كده ثاني يوم اللي هو بعد العصر قال لي ممكن يكون متغيب، ممكن يكون في نجع حمادي، ممكن يكون في أسوان. بس احنا كان معاه تليفون هو حدد مكانه في نجح حمادي. محمد بعد ما جيت من الدار استحميت ولبست لبس ورحت اسمه، جبت هاي ده طقم بتاع اهلي، وبعدين ركبت عربيه نزلتني عند عربيه تاني ورحت سكه القاهره وفتحت التذكره من القاهره. بعدين قعدت امشي ركبت القط الساعه 11، بعدين وقداني حديت القهوة، بعدين هناك طلعت ولقيت الدنيا زحمة وعربيات وما عرفتش حاجة. رحت رجعت تاني سكت القفل، وجبت القفل الساعة 6 وقداني أسوان. قعدت هنا بعد ما نزلت أسوان ركبت عربية رحت استاد أسوان، قعدت هنا شحنت التليفون كان فاصل، اتصل بي عمي قال لي تعال. رحت سكة القط فقطعت تذكرة هني اثنى، جيت اركب راح مسكني الضابط فقعدني معاه وقعد يحكيني عن الحكاية بالضبط. لما كنت عايزة اروح من مصر عشان ابقى من السنين الاهلي، سألت ناس قالت لي اعضاء النادي فقط ولازم يكون معك كرنيل. رحت ركبت انزل رحت قعدت تاني في المحطة وفتحت تذكرة لأسوان. رحت أسوان قعدت هناك في الهلي، سألت واحد قلت له العيال بيكونوا هنا دول ناشئين يعني من أسوان، قال لي لا دول بيشرحوا القوة فقط لا غير، احنا مخليهم يبدوا. بعدين راح التلفون اتصل، رحت شحنت هناك في الكتاب، عمي اتصل قال لي تعالى
انا اخلي بابا يعمل الحاجة. رحت ركبت عربيه ودتني لحديت هنا. رحت كنت بقطع تذكره. بعد ما قطعتها قال لي الرابط، قال لي تعالى، ركبني معه في العربيه ووداني هنا. ده انا كنت عايزه اروح النادي الاهلي بس ما رضيت اقول لابويا عشان الظروف يعني ما كانتش كثيره على قد حالنا، فخفت رفض. انا كنت بحاول فلوس عشان بيها اروح مصر، عايزه ابقى كنت من النادي الاهلي. كنت بحاول فلوس، حياتي كلها كانت كوره في كوره من انا في سنه اولى، كنت على طول بلعب كوره، كل حياتي كانت كوره. بتفرج على ماتشات الاهلي كلها اللي دخلني مكتب. واقول له انا كان نفسي ابدا من اللعيبه اللي انت عايزها من النادي الاهلي، وقدرتي محمد سيرين. انا عملت كل حاجه عشان ابدا من اللعيبه من النادي الاهلي، وسبت ام وابويا ورحت القاهره عشان ابدا من النادي الاهلي. قبل ما الاهلي يخسر الدوري كان نفسي ابقى من ناشئين الاهلي عشان البطولات كلها تبقى للنادي الاهلي، فابقى لاعب من النادي الاهلي. هو محمد شريف، محمد صلاح. انا كان نفسي ابقى زي محمد شريف في النادي الاهلي عشان قدر لي هداف بيعرف يهدف. هو يعني هو اللي واخد المنظر في مصر كلها. هو اخذ هداف الدوري السنه دي، وكان نفسي ابقى زيي يعني لما اكبر ان شاء الله حبيبي، ويا رب النادي الاهلي يختارني. شكر، شكري طبعا شكر مستحق لرجال الشرطه المصريه والسيد وزير الداخليه والسيد مساعد وزير الداخليه لجنوب الصعيد والسيد مدير امن الاقصر والسيد مدير المباحث الجنائيه والسيد الرائد احمد بيبوره وايمن بيه محروس واحمد بيه عبد القادر. الناس دي تعبوا معايا بجد، يعني بجد تعبوا معايا حتى يعني خلوا ما حدش ينام، ولا فيش حد كان ينام منهم، ولا رجالتهم يعني اللي زي الكابتن حسن الحايد والكابتن عبد العاطي برضه محمد السناري برضه تعبوا يعني ما فيش حد في رجال المباحث اللي ما كان تعب في موضوع محمد. انا اشكر لهم واقدم لهم جزيل الشكر صراحه.